بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 16/3/2021 بالمحاضرة الأخيرة، المحاضرة الخامسة من التوبك الثاني بمادة السي اس 210. بهذا التوبك أخذنا 13 درس. الدرس الأول كان كيف إنه إحنا نبرمج كلاس، كيف نبرمج له أتريبيوتس، كيف نعمله ببرنامج ثاني موديول والنادي ونعمل له امبورت، كيف نضيف بأي وقت فيلد جديد أو أتريبيوت جديد، كيف نبني فانكشنز، كيف نستخدم السيلف وليش السيلف بتظهر معنا بكل فانكشن أو بكل ميثودز موجودة، كيف استخدمنا السيلف والأذر المرة الماضية بإضافة تو أوبجكتس مع بعضهم، بلشنا نبني الانيشاليزرز والانيشاليزرز مشان نعمل ضمنيا الأتريبيوتس different methods و call ب different types. اشتغلنا المرة الماضية على ال str. بقي عندنا، إذا بتلاحظوا بقي عندنا إنه كيف نعمل encapsulation لبرنامجنا، وهذا موضوع مهم. إذا ما كنا فهمانين الدروس هذولا كلياتهم ما راح نقدر نفهم كيف إحنا راح نبني ال encapsulation. خلينا نبلش بفكرة ال encapsulation، نبرمجها مباشرة. هذا السلايد هو من الشابتر الأول، انه في عندنا اتريبيوت له النوتيشن الزائد، واحدة الها ناقص واحدة الها الهاش لبروتكت، فهي بابليك برايفت وبروتكت. راح نركز على البرايفت لانها هي اللي بتعمل لنا هيدن. نفس الاشي بالاوبريشن، نعمل بلس وماينس وبروتكت بالرسمه وبنعكسها على البرنامج. راح ناخذ منكم اسئله بس خلينا نبرمج بالبدايه برنامج ومنه ننطلق. عندنا الكلاس البوينت، أنا الطالب سامي بدي أبرمج البرنامج التابع للشابتر الثاني. هاي البرنامج الشابتر الثاني خزنته على الديسكتوب. في عندي كلاس البوينت، وكلاس البوينت بنعرفه من زمان هو له إكس وواي، وبنقدر نبعث له، انتبهوا هون، نقدر نبعث له قيم لإكس وواي. بس نعمل أول أوبجكت بي 1 من بوينت، بتعرف على البوينت وبقول لي البوينت بدها متغير اي وجي مشان يعبيهم بالإكس والواي. لو انا اهملتهم هذول الاي والجي وما بعثتهم، راح يحكي لي في مشكله انه انت ناديت الانيشلايزرز وما بعثتش القيم الباراميترز الاي والجي. طبعا بدي ابعثهم 4 ومثلا 5، بتعبوا في الاكس والواي وبصير قيمه الاكس 4 والواي 5. والدليل لو انا عملت برنت، انتبهوا هون، لو عملت برنت بي 1 دوت اكس راح يطبع لي اياها 5. ممتاز، لأنها هي public. مباشرة الآن، ها مباشرة الآن، طبعا لا ننسى إنه لو أنا عملت هاي زيرو وهاي زيرو بقدر أودي هون بدون قيم وبطبع لي، أكيد راح يطبع لي صفر لأنه أنا ما وديت قيمة، فبأخذ القيمة الانيشاليزيشن. هاي مشان في حال إنه إحنا بدنا نعمل object initialization. بس إحنا خلينا على الأربعة والخمسة، شو راح يطبع لي؟ راح يطبع لي كمان مرة أربعة. الجزء الأول من المحاضرة إنه نعمل الإكس هيدن، هاي أندرسكور أندرسكور هيدن، وهاي هون عندي أندرسكور أندرسكور بدي تطبعها. اللي كان يطبعها قبل شوي، كان يطبعها أربعة قبل شوي، برنت راح يحكي لي أنت قاعد بتطبع أتريبيوت هو هيدن، أنا ما بقدر أطبعه من الببليك. تماما مثل نظام القبول والتسجيل، خليني نعكس هذا الإشي على الواقع. مثلا نظام القبول والتسجيل، ما بقدر أي شخص يطبع علامتك أو يدخل على موادك ويطبع علاماتك ويعرفها، أنت الوحيد من خلال يوزرك تعرف علاماتك. طبعاً ممكن المدرس بفترة معينة يقدر يضيف العلامات، لكن بعدين تنسحب الصلاحيات من المدرس، بس يعتمد العلامة بالقسم وبطل يغير العلامة. نفس الشيء أنت بكرة بدك تبرمج برنامج لبنك، فبدك تخفي رصيد العميل وما تعطيه الصلاحيات إلا للعميل نفسه، للشخص نفسه، إنه يسحب من هذا الرصيد ويطلع على رصيده من خلال بطاقة الإلكترونية. فهنا احنا عملنا هيدن للإكس. طيب كيف بدنا نعمل لها طباعة؟ كيف بدنا نعطي صلاحيات للشخص من خلال بطاقة الاي تي ام؟ هو الجزء الثاني من المحاضرة، انه انت تعمل جيتر وستر للبرايفت او لكل، حتى لكل. هنا في عندي مشكلة انا بالكوبي بيست شكله، خلينا ناخذها هيك وهاي ناخذها. انا بقوم ببناء جيتر وستر، وهو الجزء الثاني من المحاضره. اول شيء بدنا نبني ستر،
ست اكس، انا بسميه ست اكس او ست اكس كابيتال لتر عاده بحط الاكس، وبودي له سيلف وبودي له قيمه اي مثلا، هو مشان يغير قيمه الاكس. الان هون بحكي له سيلف دوت اندرسكور اندرسكور اكس، مش هو برايفت، ويساوي القيمه اي. هون الان وظيفه ال ست اكس انه بيعبي القيمه، بحكي له بي 1 دوت ست اكس وببعث له القيمه ايه مثلا 5، بكون هو غير القيمه الرسميه 5. لو رحنا طبعناها، طبعا عمليه الطباعه من هون قلنا ما بتزبط، بدنا نعطيه جيت اكس، برنامج اسمه جيت اكس احنا بنبرمجه ديف، بنسميه جيت اكس للحصول على اكس. بدنا النادي بدنا النادي ريتيرن، ارجع لي سيلف دوت اندرسكور اندرسكور اكس. هون بي 1 دوت جيت اكس بتكون شغاله طبعا، بدها برنت، او هون بكتب مباشره كلمه برنت، ما فيش داعي للريتيرن برنت، وهون بيطبع لي الخمسه. قبل شوي ما كان قادر يطبعها، لما انا قلت له هون برنت برنت بي 1 دوت اندرسكور اندرسكور اكس، اعطاني خطا بقول لي هاي برايفت. فاذا كيف نعمل اوفركم لهي المشكله؟ انه بنطبعها من داخل فانكشن بنسميه جيت اكس. فاذا اي اتريبيوت انت بتعمله بالكلاس بدك تعمل له جيتر وستر. لما انت تطلع على برامج مبرمجينها مبرمجين بتلاحظ انه كل اتريبيوت له جيت اكس وست اكس. ست اكس مشان تعبي فيه قيمه، مشان اعطيها انا للمدرس بيعبي العلامات لما ينهي تصحيح، وهنا جيت اكس بعطيها للطالب مشان يطبع علامته. الان نفس الشيء جيت واي وست واي، مشان اعبي قيمه واي حتى لو كانت بابليك بعبيها هون. هذا الجزء الاول، خلينا نروح على السلايدات وبعدين ناخذ منكم اسئله. فالجزء الاول بتحدث انه كيف تعمل انت اي اتريبيوت هيدن وتعمل له جيتر وستر. هون بحكي لك بشكل عام بتعمله بهذا الشكل. نرجع للمثال اللي عملناه هون، هاي جيت اكس ست اكس مشان انت تعبي القيمه، جيت اكس مشان تطبع القيمه، ست واي وجيت واي. طبعا هون المحاذاه فيها مشكله بالكوبي بيست. هون الان هذا اللي هون ما بيشتغل، نرجع كمان مره، هذا اللي هون ما بيشتغل لانه هي هيدن، ما بنقدر نطبعه، بنطبعه من خلال الجيت اكس. فهذا الجزء الاول من المحاضره. وهون بدنا ننتبه انه ممكن يجيك سؤال يكون عندك البرنامج موجود وبدك منه ترسم اليو ام ال كلاس. الان اليو ام ال كلاس من اليوم وطالع بدنا نحاسبكم على اي نوتيشن فيها. لاحظ هون انا لاني قبل شوي غيرت على السلايد، تغير هون، المفروض هاي تكون، خليني اعدلها بس ان نسجلها بس هون لان نسيت التسجيل. فهون الجيت اكس هيها عكسناها بفانكشن وهي بلس بلس مش ماينس ماينس، لانها بابليك بنقدر نطبعها من المين كود. ست واي وجيت واي نفس الشيء، هي هم هون جينا كتبناهم بالشكل هذا. ننتبه انه نعمل النوتيشن الماينس هون ونكتب برايفت. هسه راح نيجي ليش بدنا نكتب برايفت. خلينا الان نضيف الانيشلايزرز اللي هو ناقص، هو مش انه ناقص، هو مش مركز عليه، هو مركز على الجيت اكس والست اكس والبرايفت. هون المفروض انه يضيف لنا كمان انيشلايزرز بهذا الشكل، ويحكي لنا الانيشلايزرز ترى بدخل عليه قيمتين اللي هن اكس وواي، وهذول القيمتين ما برجعهم، بروح بعبيهم، ما برجعش شيء، وبروح بعبيهم بالاكس والواي. طيب ليش احنا بنكتب برايفت او بابليك اضافه للنوتيشن؟ اوضح هاي وناخذ منكم اسئله. الان بدنا نروح على سلايد هون موجود عندنا تحت، راح نرجع له فيما بعد. هذا سلايد
يعني لما يجيك الرسمه من الاي ار بي دايجرام بهذا الشكل، انت ما راح تقدر تلاحظ الماينس والبلس بشكل رئيسي، خصوصا اذا كان في 1000 كلاس ومربوطين مع بعضهم بعد ما ننهي كل الماده ويصير في روابط بين الكلاسز. فانت على اساس تنبه المبرمج بقسم البرمجه بقسم الديفلوبر، تقول له انا من قسم التصميم ترى بعني بهاي انه الرقم الجامعي لازم يكون برايفت، بكتب جنبها برايفت، النيم لازم يكون بروتكت، الفون لازم يكون بابليك، وهكذا. هون هو مش كاتبهن مشان الاختصار بهذا المثال. لهون هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية والجزء الثاني اللي هو تطبيق. تطبيق بس بيعلمنا في درس جديد. التطبيق كالتالي: الكلاس دايجرام. خلينا نشوف يو ام ال كلاس دايجرام. هو عامل حقيقة تو يو ام ال كلاس دايجرام. الكلاس دايجرام الأول بدك تسوي لنا انت يا مبرمج، خلصت اي تي، بدك تسوي لنا برنامج يضيف تسجيل المواد للطلاب من خلال ريجستر. هو عباره عن ستر، ست كورس، لكن الست كورس ممكن الطالب يسجل اكثر من اكثر من كورس بنفس الفصل. فبدك انت تعبي لنا الكورسات في لستة، سجل السي اس 210 وسجل السي اس 130 الاوبريتنج سيستم، وسجل وغلط ورد راح كبس على السي اس 210 مره ثانيه، تقول له لا انت سجلت الماده هاي بهذا الفصل، مش مسموح لك تسجلها مره ثانيه بنفس الفصل. فالان بدنا نعمل احنا هذا السيناريو معكم دقيقه، كل واحد يعمل السيناريو هذا. قلنا بدنا نرجع الدرس، انت مضيت تعليمات، خلص الفصل واحنا تعليمات، خلينا نرجع الدرس. طبعا الان بهذا الدرس بيزيد معلومة، دائما هو المؤلف الأمريكي بيزيد معلومة جديدة، معلومة الكورسز كيف أنت تعملها. يعني الآن بنقدر نعمل ID وبنعمل له جيتر وستر، ونيم وجيتر وستر. الفون فيش داعي نعمل له جيتر وستر، لو عملنا له محبذ، بس هو بيقول لنا ترى هون بيقول لنا برمج لي جيتر وستر للآي دي، وبرمج لي واحد اسمه بدل ست كورس، هو ست كورس سميه ريجستر كورس، وإله خصوصية معينة إنه بتابع الطالب إذا سجل مادة أكثر من مرة بيعملها. طبعا هنا نطور عليه شغلة كمان، العلامات هسا راح نطور هالشغلة هاي. هذا البرنامج خليك معنا يا مؤنس، هذا البرنامج بدي تقول لي شو الجزئية اللي مش مفهومة فيه مشان نبرمجه. هذا البرنامج انا بدي برمجه هون قدامكم، هو مبرمج، يعني البرنامج هو مشان نضيف شغله معينه على السريع قبل ما نروح لباقي المحاضره. البرنامج وهذا تالي البرنامج هون، انا راح اقطعه مشان نفهم شو المقصود فيه، بس بدي اتاكد انه الكوبي بيست فيه مش مشاكل. اوكي، واضح انه في اي دي وفي نيم وفي فون وفي كورس، التركيز على الكورس. ست اي دي، جيت اي دي، ضيف الرقم الجامعي، اطبع الرقم الجامعي ما في مشكله. ست نيم وجيت نيم ما في مشكله، ضيف الرقم الجامعي، ضيف الاسم واطبع الاسم ما في مشكله. عمليه الطباعه بالاس تي ار برضه ما فيها مشكله، هي جمله طباعه ومن ناديها من اس تي ار، من ديسبلاي ديسبلاي من ناديها. طيب خلينا نيجي على الريجستر. هاي هون في عندي انا مثال لأول أوبجكت معمول له student، مثلا نفرض أنه هو طالب من 2019، طالب حاسوب مثلا، ورقمه هيك. الآن اسمه وائل، تليفونه هاي تليفونه، ببعثن مباشرة للإنيشاليزرز. والإنيشاليزرز خلينا نروح على الإنيشاليزرز، خلينا نشيل هذا كله الحكي اللي مزعجنا شوي واللي احنا فهمانينه أصلا. هاي هوم كات. لاحظ الرقم الجامعي الاي دي بيجي على الاي وبتخزن بالاي دي، الاسم بتخزن بالاسم، الفون بتخزن بالفون. الآن الكورس ما تم إضافته، فيش كورسات. الآن الطالب أول ما يسجل بالجامعة نعطيه رقم جامعي، بسجل اسمه حسب الأحوال المدنية، وإذا عنده رقم تليفون بسجل تليفونه، بيروح على تخصصه وبيبلش يسجل مواد بأول فصل. فإحنا منخاطب الواقع اللي قاعد بصير بالجامعة. هاي برنت وهاي رن، بطبع لنا بقول لنا الطالب اللي رقمه الجامعي هالقد، اللي اسمه وائل، اللي تليفونه هالقد، لسه ما سجلش مواد، اليوم عنده تسجيل. بدنا إحنا كمبرمجين نبلش نعطيه تسجيل. طبعا هذول الجيتر والستر
برجع لهم فيما بعد، ما فيش داعي لهم، خلينا نركز على اللي هو ريجستر كورس او ست كورس، اضافه كورس. الان تعال يا مؤنس او يا جعفر او يا وائل وبلش سجل. ستودنت 1 بده يفتح شاشه التسجيل، ريجستر، في عنده ريجستر، بدي اسجل اول ماده، بدي اسجل ماده السي اس 210. هاي انا وديت السي اس 210، يعني كاني كبست على الماده، الماده قدامي من ضمن خيارات الماده، الماده متاحه لي بقدر اسجلها، كبست على الكبسه تبعتها. بتيجي لهون مباشره باجي بتاكد هل الليسته اللي انا مسجل فيها المواد، طبعا بعدني مش مسجل، موجود فيها الماده هاي؟ اذا انها مش موجوده بتم اضافه الماده بابند، وابند احنا اخذناها بالشابتر السادس بماده السي اس 111. ضيف لي الماده هاي على الليسته، فبضيف عادي ما فيش مشكله، وبطبعها وبقول لي تم تسجيل الماده، لاحظ بحكي لي تم تسجيل الماده 210 للطالب مؤنس او الطالب وائل. برد اقول له كمان مره بده يسجل ماده ثانيه، التسجيل فاتح مع ساعه سجل ريجستر، بقول له سجل ماده ثانيه، بقول والله انا بدي انزل مثلا ماده السي اس 130 ماده الاوبريتنج سيستم بالقسم، وبيقول لي كمان بدي اسجل ماده، عفوا بدي اسجل ماده الماث مثلا، نفرض انه بده ينزل ماث 102، بسجلهم، سجل ثلاث مواد ما في مشكله. هاي فعلا تسجيله السي اس 210 السي اس 130 والماث. الان راح وخربط، انتبهوا، راح وخربط وسجل ماده ال 130 كمان مره بشعبه ثانيه، بيحكي له السيستم مباشره، اطلعوا هون، حكى له السيستم مباشره، طبعا هون اجى لهون قال له مش مسموح لك تسجل الماده مرتين بنفس الفصل، هون قال له مش مسموح لك تسجل الماده مرتين بنفس الفصل، ترى ال 130 انت مسجلها قبل شوي هيك، مسجلها هون، وبسجل لك بس ال 210 وال 130 الشعبه الاولى والماث. شو اللي عملناه؟ ضفنا هون باراميتر ثاني اللي هو المارك، وصار قادر انه يبعثه المدرس، يبعث رقم المساق، طبعا رقم المساق بيختار هو المساق اصلا قبل ما يدخل شو اللي بده يضيف عليه العلامات، بس بضيف العلامات للطالب الاول، بضيف العلامه للطالب الاول، للطالب الثاني او الماده الثانيه. الان اول شيء بشيك هل الماده موجوده وتم اضافه العلامه تبعتها، اذا مش موجوده ومش مش مضافه العلامه تبعتها بضيف الماده وبضيف العلامه تبعتها، اذا موجوده بقول له ما بصير تضيف علامه مره ثانيه، هذاك بده يصير فانكشن تعديل العلامات. هاي رن، بنلاحظ انه ضاف له الماده الاولى والعلامه الاولى، طبعا في مشكله هون، المشكله هون اني انا ضفت على الكورسز العلامات، لازم اضيف على الماركس. هون خلينا نعمل اتريبيوت ثاني، هاي المشكله ظهرت معي بالكود وانا ابرمج، انا كمبرمج نسيت اضيف الماركس بخانات لحالهم، على اساس انه الماركس اقدر اعمل لهم حسابات بعد شوي. فهون بضيف على الماركس، وهون ران بضيف لي، طبعا بدنا كمان نطبع الماركس، لاحظوا انا وانا ابرمج بتاكد انه ما فيش عندي اخطاء. هون بضيف الماركس، ضفت على الاس تي ار الماركس، فلاحظوا عمليه الاضافه على البرنامج اللي بيكون معمول ستاندرايز سهله جدا. هاي ران، ففعلا بيطبع لي الماده الاولى 87، الماده الثانيه 98. هاي حل بوينت 3 دي، نقطة من ثلاث أبعاد في إلها X Y Z، والX public، الY protect، والZ private. المشكلة بالZ، بدها إضافة جيتر وستر، طبعا هو مش مركز على الجيتر والستر، مركز على جزئية معينة، خلينا نشوف شو هي الجزئية المعينة اللي مركز عليها. أول إشي أنا ناديت الانيشاليزرز وبعثت له 1 و2 و3، فهو راح يطبع لي X تساوي 1 وY تساوي 2 وZ تساوي 3، ما في مشكلة. طيب الجزء الثاني، غيرت انا اكس، بصير اغيرها لانها بابليك وطبعت، بطبع عادي ما في مشكله.
اكس تساوي 5 لاني غيرتها قبل شوي. وكمان لو غيرت واي بقدر اطبع اكس صارت 5 وواي صارت 10، طبعا زد بعد ما بلشت بيها. واحنا بنعرف من اول شيء انه لو رحت انا عملت برنت ل b1.underscore_underscore_z ما راح يطبع، ولا راح يطبع، خلينا 1_underscore_underscore_z ويساوي 29 وعملت طباعة راح نتفاجأ انه راح يطبع 3 وما طبعش 29. طيب شو اللي صار؟ لانه اصلا قبل شوي فحصنا وسألنا مؤنس وقلنا هل بيطبع، قال لنا ما بيطبعش، بيطبع خطأ لانه ما معه صلاحيات يطبع الـ underscore underscore z. طيب شو اللي صار هون؟ انا هيني غيرت قيمتها وسويت 29. حقيقة انا ما غيرت قيمتها، انا ضفت اتريبيوت اضافي للاوبجكت بي 1 وما انعكسش على الكلاس اللي هو البوينت 3 دي، وقيمته 29. والدليل انا لو انا رحت طبعتها هون بي 1 underscore underscore z راح يطبع لنا اياها 29 هيها اللي عنده. اما اللي موجوده اصلا بالانيشلايزرز هون ظلت 3. كمان مره شو اللي صار بالضبط؟ اللي صار كالتالي، لو انا اجيت رسمت اليو ام ال كلاس دايجرام بيوضح عندي اللي صار بالضبط. اي انا بدي ارسم اليو ام ال كلاس دايجرام، في عندي بوينت 1 وبوينت 1 معاها من الاصل من الكلاس اللي هون شو معها؟ معها اكس ومعها واي ومعها زد، بحيث انها اكس هي بابليك وتساوي قديش الاكس تساوي؟ تساوي طبعا 1 وبعد شوي غيرها وسواها 5 وبس ما غيرهاش. الواي هي بروتكت وتساوي 2 كأنها 2 وغيرها وسواها 10 بالأمر هذا اللي هون. والزد ما غيرهاش وهي برايفت وظلت 3. لكن شو اللي صار معه؟ اللي صار معه انه بالجملة هاي أضاف للبي 1 وما نضافش هون إشي، أضاف واحدة برايفت ثانية زد دبليكت وقيمتها 29 بالببليك أضافها. وهون التريك اللي صارت، ولما طبعنا آخر إشي طبعنا إياها 3 جوات وبرا 29، فهو أضاف هاي أضاف 3 وطبعها 29. طبعاً إحنا خلينا نزيح هذا شوي مشان نشوف الطباعة. الآن الكلاس دايجرام فيه إكس وواي وزد، الأوبجكت دايجرام فيه إكس وواي وزد وزد، واحدة 3 واحدة 29، ما تغيرت هاي وصارت 29. فهي الملاحظة بدكم تنتبهوا لها إذا إجى عليها أسئلة، حقيقة ملاحظة مهمة الكي وير تاعتها. فمثلا لو أنت بدل ما أنت تروح تقول له إذا إنه موجود، بدل ما تطبع طباعة بتقول له ريز فاليو ايرور، فهي كلمة محجوزة ريز فاليو ايرور ذيس كوس از ريجستر، وكأنك أنت قلت له برنت بس ريز فاليو ايرور. فهي أول جزء منها. الجزء الثاني والأهم واللي راح يعمل لنا عليه محمد النجار مثال، الديفيجن. الديفيجن بالرياضيات، أنت بتعطي إكس وواي، إكس هي النومينيتر والواي هي الدومينيتر، يعني المقام والبسط. متذكرين درس الرياضيات اللي بيعمل قسمة لإكس فوق واي؟ دائما بالرياضيات مباشرة بكتب لك فاصلة وبكتب لك واي لا تساوي صفر. هاي هنا مهم جدا، لانه اذا قسمت على صفر راح يصير في مشكله. فالديفيجن ناتج القسمه باخذ اكس وواي وبيعمل لنا زد اللي هي نتيجه القسمه اكس على واي. لكن بتاكد اذا كانت الواي، لاحظ عاملها هاي كلياتها بتراي اكسبت، هذا اللي بدك تعمله يا محمد النجار، بتراي اكسبت، تعمل لنا فيديو عليها وتطبقها. اذا كانت زيرو ديفيجن ايرور بيجي بتاكد منها وبقلب الواي اللي دخلت ايرور، هاي هون الواي دخلت زيرو ايرور، بقلبها الى واحد وبقسم على واحد وبصير 25. واطبعوا وجربوا، هاي راح يطبعها 25 مش 25 على صفر. هاي طبعا ناقص 8 على 4 راح يعطينا ناقص 2، هون راح يعطينا ريز هاندلنج ايرور يطبعها. طبعا هذا المثال موجود يا محمد، بدك تسالني عن المثال موجود.
الآن